أسيب حضراتكم دلوقتي مشاهدينا الكرام مع أخبار أهالينا في المحافظات وتقريرنا اليومي. أحسن ناس أحسن عدينا بندردش ورانا ايه ورانا ايه بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه بجد. ترحيب بحضراتكم وننتقل بقى إلى قراءة في أهم ما تلعط به صحافة اليوم مع ضيفي الكريم الأستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع عبر سكايب. صباح الخير يا أستاذ أكرم. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، ونبتدي بقى قراءة أهم المانشيتات مع السادة المشاهدين. هنمر عليها يعني مرور سريع كده ونتوقف مع أبرزها مع حضرتك. من جريدة الأخبار، السيسي يوجه بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى الجمهورية. أيضا القرنق يستقبل أول الأفواج السياحية بعد توقف 5 أشهر. من اليوم السابع، مدبولي يقول اتجهنا في عهد السيسي للتوسع في تنمية الصعيد. شركة فرنسية تدير ثالث خطوط المترو 15 سنة بمليار يورو. موسم الدويتوهات الغنائية. من الوطن، الصحة، اعتماد بلازما المتعافين كعلاج لكورونا، وأوروبا تعيد فتح المدارس وسط الإجراءات الاحترازية. من الأهرام، فرنسا تدعو لرد أوروبي حاسم على الاستفزازات التركية. ومن الجمهورية، وزير الدفاع خلال متابعة إجراءات القبول بالكليات العسكرية، أوصيكم بالتمسك بالقيم الأصيلة للعسكرية المصرية. أهلا بك مرة أخرى يا أستاذ أكرم. أهلا وسهلا. وبداية، من إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى الجمهورية بتوجيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده من جريدة الأخبار، تعقيب حضرتك إيه؟ وطبعا إحنا عارفين إن الجامعات الأهلية أو الجامعات في مصر عموما بدأت جامعات أهلية، يعني جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة اسكندرية، دول أول 3 جامعات نشأوا جامعات أهلية بجهود مصرية عامة. نعم. احنا مصر فضلت الجامعات تابعه يعني او جامعات حكوميه حتى فتره قريبه التسعينات، ظهرت الجامعات الخاصه. الجامعات الاهليه ميزتها هي تختلف عن الجامعات الخاصه وتختلف عن الجامعات الحكوميه، هي بمصروفات فعلا، ولكنها اولا هتظبط الاداء فيما يتعلق، لانه بصراحه تجربه الجامعات الخاصه في مصر تجربه يعني اقرب لفكره الدعايه والتسويق، وان هي هادفه الى الربح، وده مش موجود في اي دوله في العالم. والحقيقه ان القانون بتاعها لما اتعمل في مصر ما كانش يسير في هذا الاتجاه. الجامعات الاهليه ميزتها انها غير هادفه للربح، اي فلوس بتدخل بتستخدم في التطوير، بالاضافه الى انه فكره الجامعات الاهليه ظهرت على مدى السنوات الاخيره، والرئيس عبد الفتاح السيسي اكد عليها اكثر من مره ارتباطا بالعاصمه الاداريه وغيره، انه كمان انه تغيير نظام التعليم، تغيير الاداء العام، تغيير في اصبح في مصر النهارده الكثير من المناهج اللي احنا كنا تاخرنا الحقيقه عقود كثيره على اننا ندرسها، لانه في تخصصات دقيقه وتخصصات تكنولوجيه وتخصصات طبيه،
بتظهر كل يوم، احنا تأخرنا جدا فيها، وان كانت بدأت الجامعات المصرية بالذات الجامعات الكبيرة زي القاهرة زي عين شمس الاسكندرية زي طنطا والمنصورة وغيره ملتحقة وترتيباتها بقت جيدة. ففكرة الجامعة الأهلية بصراحة أيوة. فكرة مهمة، لأنها أولا هتفرمل فيما يتعلق بجشع بعض الجامعات الخاصة الحقيقة، إنه جامعات خاصة كتير بتعمل دعاية مبالغ فيها لاصطياد الطلاب وأهاليهم وما بتقدمش خدمة جيدة الحقيقة. في جامعات الجامعة الأهلية بقى هتبقى موفرة للمناهج ومصروفات وغير هادفه للربح، وقادره على انها تقدم تخصصات جديده. والحقيقه انه تم الاسراع فيها بشكل كبير، هتقدر ان هي تنافس. احنا عندنا ما يزال الجامعات الكبيره على فكره عالميا ما تزال يعني ذات كفاءه عاليه وبجوده عاليه، برغم انها بلا مصروفات، وفي يعني اشكال جديده من الساعات المعتمده وغيره، بيحاول يقلل او يوسع فكره انه يبقى في اكثر من اختيار قدام الطالب، بحيث انه ما يبقاش الضغط على الجامعات الحكوميه شديد، فتقدر اقدر انا اطورها بنفس العدد. وما تزال الجامعات الحكوميه بتاخد العدد الاكبر، وما تزال شهاداتها هي الاقوى وسمعتها وجوده التعليم فيها عالي. ففكره الجامعه الاهليه طبعا الاسراع فيها هيفرمل كتير من الجامعات الخاصه زي ما احنا قلنا، وهيرتقي هيخليها اكيد تعلي بمستوى التعليم. عايزه مستوى كمان التعليم ولا في ظل التطوير والارتقاء بكل المناحي بالنسبه لنا ك يعني مجتمع طبعا. مصري ومجتمع ثقافي قبل اي شيء وحضاري، بنيجي نتكلم على الحضاره المصريه لازم نتكلم على اثارنا، واحنا دلوقتي الحمد لله ابتدينا ننتشي وابتدينا نلمس كده انعاش للسياحه مره اخرى، خاصه بعد فتح بقى ابواب المتاحف والمزارات السياحيه مره اخرى وبنتابعها طبعا اول باول. الكرنك بتشهد اول فوج سياحي، ده كان بالامس بعد توقف 5 شهور. عايزه اركز مع حضرتك على السياحه الثقافيه والاهتمام بيها في هذه المرحله، بالاضافه طبعا الى ما تم اعداده، يعني وزاره السياحه والاثار لم تتوقف عن العمل خلال فتره كورونا رغم توقف السياحه. طبعا يعني اولا عوده السياحه، احنا عارفين ان السياحه من المجالات ذات الاهميه البالغه الحقيقه لاسباب كثيره. اولا هي ذات دخل سريع. ثانيا احنا عندنا في مصر كمان يعني بيشتغل فيها عدد كبير جدا تاثرت ظروفهم الاقتصاديه بتوقف العمل في السياحه. فكره العوده دي فكره جيده، بالاضافه لحاجه مهمه جدا انه احنا كان الموسم السياحي الاخير قبل كورونا كان تقريبا وصل للرقم اللي وصل ليه 2010، وده كان اعلى رقم وصل له، لان السياحه كانت تأثرت بعد 25 يناير، بعد 30 يونيو، بعد بعض في العمليات أعقاب الإرهابية، 2011. نعم لأنه كمان السياحة من الأنشطة القوية جدا وذات العائد القوي، لكنها برضو من الأنشطة الهشة التي تتأثر بتحولات العالم، تتأثر بعملية إرهابية زي الطيارة الروسية أو غيره. لكن كمان الحقيقة بالإضافة لفكرة إن إحنا وصلنا ل 2010، الحقيقة إنه التطوير اللي حاصل في السياحة وبالمناسبة في حجم الطرق، يعني أصبح الآن واضح جدا فكرة الطرق والمطارات وربط شبكات الطرق والمشروعات الحكومية ببعضها، دي فكرة مهمة جدا بدأت تتكشف النهارده، إنه يقدر النهارده السائح حتى السائح اللي جاي على رجليه عادي زي ما بيحصل، ودي بالمناسبة نسبة كبيرة جدا من السياحة بيجي على رجليه عادي، يقدر ياخد المترو وياخد المواصلات العامة ويتحرك وينزل في المطار قريب من الآثار، ويروح المتحف الكبير ويروح الأهرامات ويطلع على الأقصر وأسوان. يعني بالإضافة أنت بتشير للسياحة الثقافية، مصر عندها كنوز الحقيقه، واي حد خبير سياحي او حتى مش خبير عارف انه الدخل اللي احنا بيدخل لنا ده مفترض يعني يبقى فيه 20 او 30 ضعف بحجم الاثار وحجم الكنوز الموجود. يعني اذا كان في اثار ففي شواطئ كمان، فاللي يقدر يعمل سياحه ثقافيه يعمل يعني سياحه تاريخيه. عندنا مناطق مش موجود مثيلاتها يعني كثيرا في العالم زي الواحات وسيوه وغيره، فيها استشفاء وممكن يبقى فيها سياحه علاجيه ويبقى فيها اجواء في سفاري، وفي يعني الحقيقه انه مصر وجوها طول السنه معتدل، فانت مش محتاجه مفيش لا الحر الشديد قوي ولا البرد الشديد. يعني الحقيقه احنا مكان مثالي. صحيح هي يعني نشاط هش، لكن الاكيد زي ما انت اشرتي فكره ان وزاره السياحه شغاله
ووزارة الآثار شغالة، وبعدين المشروعات القومية بتخدم طبيعة على السياحة، عمل أي دؤوب. مشروع مية، أي تحلية مية، أي طرق، أي طب ليس بعيدا صناعات. ايضا عن التطوير، ولكن هذه المره في تنميه الصعيد، تنفيذ مشروعات خدميه وبنتابعها طبعا على طول. مدبولي يقول اتجهنا في عهد الرئيس للتوسع في تنميه الصعيد، ده من اليوم السابع. ايضا اه طبعا عندنا المترو، شركه فرنسيه بتدير ثالث خطوط المترو 15 سنه بمليار يورو على صعيد التنميه ايضا. اه طبعا هو فكره الصعيد الحقيقه فكره احنا خلال عقود طويله الحقيقه كان بيبقى التنميه مرتبطه بالقاهره او حتى عواصم المحافظات فقط. خلال مظبوط. السنوات الاخيره الحقيقه تم الالتفات لهذا الامر والانتقال لفكره انه يبقى المحافظات فيها بحري وادبي، والحقيقه الصعيد بيحظى مناطق صناعيه واستصلاح وصوبات، يعني حتى كمان التطوير يجب ان يكون مرتبط بالمكان، يعني التصنيع مرتبط بالزراعه اللي موجوده، يعني عندنا صناعات مختلفه ممكن تبقى مرتبطه في الصعيد، اولا مش ملوثه للبيئه، ثانيا مناسبه. ميزه تنميه الصعيد والاقاليم بشكل عام هو انها بتقلل الهجره بشكل عام، حتى مش بس من الريف للمدينه او من المحافظات للقاهره والهجره طبيعيه، بالعكس ده المشروعات الجديده بتعيد توزيع السكان. احنا عندنا ناس النهارده في سيناء في حركه تنميه ضخمه، يمكن ان ينتقل عدد كثير جدا عده ملايين ويعملوا مجتمعات كامله في سيناء. فكره ان يبقى في مناطق صناعيه في مدن الصعيد المختلفه والناس تاخد مصانع وتاخد ورش ومشروعات صغيره ومتوسطه، هو توزيع التنميه ده توزيع مفترض جزء من العداله الاجتماعيه، توزيع مشروعات التنميه ارتباطا بالبيئه، لانه احنا عندنا في صناعات كثيره جدا يمكن ان تقوم في الصعيد او في الوجه البحري بناء على الزراعه او غيره مرتبطه ببيئتها وتوفر فرص عمل كثيره، أيوة. ومع ذلك لم يتم البدء فيها الا مؤخرا، ودي فكره جيده جدا. بالنسبه لفكره المترو والشركه الفرنسيه، احنا طوال الوقت الحقيقه تجربه مع الفرنسيين في مصر ومترو انفاق تجربه جيده جدا، لان الفرنسيين هم اللي شغالوا مترو الانفاق اما اشتغل منذ 86 لفتره طويله، والحقيقه انه الفتره دي كانت بتشهد في شركه فرنسيه، مش معناها ان انا بجيب فرنسيين، وفكره الاداره يعني ده موضوع دايما بيجيب حساسيات ونقاشات مع انه موجود بره، هو بيضع نظام للاداره اللي هو السيستم. احنا في مترو الانفاق في الخطوط الجديده الحقيقه الشركات المصريه عامله دور كويس، لكن هو انا اجيب شركه ايه اقدر استفيد اكتر بيه، المحطات بره ما فيش سنتي مربع في اي محطه مترو مش مستغل، وده بيجيب دخل بالمناسبه لانه بيجيب الاستعانة دخل وبيعمل بالخبرات مشروعات. اللي ليها باع في هذا اوروبا المجال، على فكره واللي اوروبا كمان بيستعينوا بيضيف بالالمان للناس اللي عندي، مش كده؟ يعني أنا بالظبط. بدي لا برضو ما كفاءة بعد كده وبدلهم خبرات في المجال ده. هو بالظبط هو بيدرب، والحقيقه انه انا بقول انه المصريين الحقيقه الشركات المصريه والخبرات المصريه في الصيانه وفي العمل وفي التشغيل، احنا بقالنا اكثر من 25 30 سنه هم اللي مشغالين وشغالين بكفاءه. اه طبعا، بس ففكره احنا انه يبقى شايفين في شركه خطة طموحة بتنفذ على ارض خطه الواقع، طموحه، وشايفين وبعدين كمان احنا لو تحديث سافرنا اسطول دائم في هذا القطاع. بالظبط، وبعدين بقى في ربط في المواصلات، بقى في تحرك كبير جدا فيما يتعلق نعم. بالمحطات والربط بالمحطات، وبعدين مترو الانفاق النهارده بقى مواصل لكل مكان في القاهره، وفي تفكير انه يبدا ينتقل للمحافظات وغيره. ففكره انه احنا لما بنروح مثلا البريطانيين ما بيخجلوش ان هم يجيبوا الالمان يعمل لهم بعض الحاجات في التقنيات بتاعه ضبط المترو وتوقيتات الوقوف والتحرك، البريطانيين بيروحوا للالمان بيدوهم اللي هم شطار قوي في تشغيل القطارات وتشغيل السكك الحديديه، نعم. يعني فكره تبادل الخبرات. وفي النهايه الحقيقه احنا مترو الانفاق بشكل عام خلال السنوات اللي اتعمل فيها من الثمانينات للنهارده نقدر نقول انه المصريين النهارده بقى عندهم خبره عاليه جدا فيما يتعلق بحفر الانفاق وبناء المحطات، مظبوط وبشكل ما بيبقاش، احنا شفنا بالظبط. المراحل الاولى كانت صعبه جدا وكان بيقفلوا شوارع كتير، النهارده احنا الناس تقريبا بيقفل بعض الشوارع وما بنحسش بيشتغلوا كله تحت وبيبقى فيه الارض. سرعة، فاحنا سرعة في عندنا الإنجاز بشكل كبير جدا. لكن أنا عشان وارقام كبيره. وقتنا عايز أخدك سريعا يا أستاذ أكرم، يعني في جولة سريعة كده وتعقيب سريع على معظم الأخبار. موسم الدويتوهات الغنائية اللي احنا بنشهدها حاليا، وده أيضا من اليوم السابع،
تامر حسني مع العسيري، حميد الشاعري الأكثر عددا مع مصطفى شوقي، وجيل التسعينيات معانا في الصورة اهو من اليوم السابع. ايه رأيك في موضوع الدويتهات الغنائية؟ هل ده لكسر الـ يعني الملل او الجمود عند الاغنيه المصريه بالنسبه للمستمع، شكل جديد، تناول جديد للغناء المصري؟ هو طبعا محاولة للتغيير، لأن احنا عارفين إنه مع السوشيال ميديا ومع أصبحت الموضة في الأشكال الجديدة، مين هيقدر يعمل شكل جديد أو حاجة جذابة أو يجيب شخصية أخرى؟ فكرة الدوات طبعا احنا عارفين إنها يعني معروفة في الغناء المصري وفي الغناء العربي طوال عقود، وكانت ناجحة جدا. شفنا يعني دويتوهات كثيرة، شادية، محمد فوزي، طبعا يعني عبد الحليم حافظ وصباح، عبد الحليم حافظ، يعني في دويتوهات، دي والدويتوهات كانت بتقوم على الغناء في الاساس. عارفين انه مع مواقع التواصل السوشيال ميديا النهارده بقى في سباق لجذب الاضواء، بقى في زحمه، بقى ايوه في ناس ممكن واحد هاوي جدا يطلع ياخد الاضواء من كل اللي موجودين بتطبيق صغير بدقيقه او نص دقيقه، خناقه، شتيمه، رقصه. بقت هي الفكره النهارده القدره على انه يبقى كاركتر فيقدر يلم اصوات او يدخل في ترند. بالنسبه طب احنا للكبار شفنا طبعا اللي هم حميد قبل موجودين، كده وهشام عبد طبعا الباسط، طبعا ايوه في الدويتوهات دويتوهات مهمه قبل كده، ومطلوبه. لما احنا نشوف الرباعي ده مصطفى قمر وحميد الشاعري وهشام عبد الباسط بالظبط، وايهاب نوع من توفيق. التجديد طبعا. وبعدين في جزء برضه نوستالجيا، يعني لانه ايوه حميد صحيح. ومصطفى قمر وغيره بيعتبروا كانوا في بداياتهم غناء جديد، النهارده بقوا كلاسيكيات هم وعمرو دياب وتامر حسني وشيرين وكده. يعني سريعا من الوطن، الصحة، اعتماد بلازما المتعافين لعلاج الكورونا، وأوروبا تعيد فتح المدارس وسط الإجراءات الاحترازية. ده طبعا يعني موضوع مهم، واظن انت كنت بتناقشيه من شويه، انه فكره انه الالتزام، لانه صحيح احنا ما عندناش كارثه يعني في العدوى او في الاصابات، لكن عندنا ارتفاع وبقينا حافظين الموضوع انه يرتفع لما احنا بنفقد الاجراءات الاحترازيه. فكره البلازما الحقيقه عامله دوشه في العالم كله، يعني احنا شفنا بين الامريكان نفسهم هيئه الغذاء والدواء الاف دي اي وقفتها وبعدين رجعتها، الرئيس ترامب مضى قرار يعني انه باستخدام البلازما. في مصر بعض الناس قالت يعني عليه جدل، لكن هو مرتبط اصلا البلازما اساسا هي مرتبطه بفكره المصل، لانه فكره المصل في الاساس يعني في المصل واللقاح، اللقاح بيستخدم ميكروبات اما ميته او ضعيفه، المصل بيستخدم المواد المضاده او الاجسام المضاده اللي موجوده في الدم يحقنوها كانوا في الخيول ويطلعوا المصل زي مصل التيتانوس او الكلب او غيره. احنا لازم فالفكره برضو نحترس ان احنا دايما بنحب ان احنا نطالع الاخبار العالميه عشان نعرف هم فين، لانه انا كنت بتكلم برضو مع الساده مشاهدين انه طالما الفيروس موجود في اي مكان في العالم اذا هو احنا عرضه ان هو يوصل لنا ويوصل ومفيش لنا حاجه بكثافه، اسمها موجه فلازم ان تانيه، احنا لان الموجه نحترس. الاولى ما خلصتش، يعني الموجه الاولى ما خلصتش اساسا، بالظبط. الموجه الاولى تخلص لما نوصل لصفر. فاحنا بقينا شايفين وعارفين، حافظين نفسنا زي يقول عيان طبيب نفسه، يعني بقينا بنشوف لما احنا بنتهاون شويه بنهون من الموضوع بنلاقي الاصابات بنلاقي بتزيد، لما الأعداد بنلتزم عالية تاني فعلا، ربنا ولما يسلمنا إن شاء التزمنا الله. رجعنا لمفيش. هو بلازم المتعافين طبعا نأمل ان تقوم بدور، لكن كمان مستشار الرئيس دكتور تاج الدين كان بيقول ان احنا في 8 سلالات في العالم من كورونا، احنا عندنا 7 منهم، فاحنا هنلاحظ انه في درجات واختلاف في الوفيات، في قدره على التحمل، في السن، ما عادتش كمان حتى مرتبطه مثلا بالسن الكبير او الامراض المستعصيه، لا هي مرتبطه بتفاصيل كثيره يحاول العالم والعلماء والباحثين سواء في مصر او بره الوصول اليها، لان في الغاز كثيره في كورونا صحيح. ما تزال احنا دايما قيد بنقول برضو البحث. الوقاية خير من العلاج، الوقايه برضو خير من ناخد العلاج، ولا التدابير تهويل ولا تهميل الاحترازية. طبعا. بالظبط. طبعا من الأهرام، فرنسا تدعو لرد أوروبي حاسم على الاستفزازات التركية. الاستفزازات التركية في المنطقة ما زالت مستمرة، شق عبثي تركي ما زال مستمر من السياسة الأردوغانية التوسعية الطامعة في خيرات سواء بقى البحر المتوسط أو في الخيرات العربية. حضرتك شايف كيفية التعامل مع أردوغان، كيفية التعامل مع تركيا في هذا التوقيت؟ وانا بعتقد انه يعني تركيا بتتراجع بشكل كبير بالرغم مما يبدو احيانا من الابواق الدعائيه اللي بتحاول تصوير تركيا انها في وضع قوي، لانه لو احنا لاحظنا انه تركيا كانت مشتبكه مع اكثر من حدث واكثر من صراع في المنطقه، النهارده بتتلاشى هذه الصراعات، واحنا شفنا في ليبيا الخط الاحمر هم لم يتعدوه،
في المتوسط النهارده في صدام مع اليونان، واليونان جاده جدا فيما يتعلق بالدفاع عن يعني امنها القومي. مع طبعا الفشل، بعد الفشل في سوريا وبعد الفشل في مناطق مختلفه، وده مرتبط بالمناسبه بالتمويل، لانه انا اتصور انه قطر التي كانت تمول مثل هذه المشروعات ومثل هذه المغامرات اصبحت هي الاخرى، برغم ان هي دوله صغيره ودخلها ضخم، الا انها انفقت اموال ضخمه جدا وبتستثمر في الارهاب وتستثمر في الفوضى وتستثمر في غيره. واظن انه التمويل ده ربما يتوقف ان اجلا او عاجلا بعد الخسائر المختلفه اللي في سوريا وفي العراق ومع داعش ومع القاعده، هم ما استفادوش حاجه من الرهان على الارهاب. ففكره الرهان على الفوضى اعتقد انها بدات تتراجع، وبالمناسبه بما اشار الى انه فرنسا واخده موقف، مش فرنسا لوحدها، هي في النهارده اوروبا حتى بما فيها حلف شمال الاطلنطي اللي بينتمي اليه تركيا، لانه عضويه اي دوله في شمال الاطلنطي حلف الناتو دي حاجه مهمه جدا، هم ساهموا في تدمير ليبيا وتدمير غيره. داخل هذا الحلف هناك غضب حقيقي واتجاهات مختلفه، وهو اشتبك في صراعات واصدامات سواء كلاميه او سياسيه مع بعض، مع ميركل في المانيا، مع فرنسا، مع ايطاليا، مع اليونان. هو زي ما بنقول انه هم متقبلينه، لكن هم طبعا مش هيدخلوا مع مغامراته. واذا النهارده فرضنا ان هو واليونان كلاهما عضو في شمال الاطلنطي وحصلت اشتباكات، هنا هي المشكله في روسيا وفي الاتحاد الاوروبي. منذ مده قال انه يعني مندوب الاتحاد الاوروبي للامن قال انه صانع مشكلات كبير ويجب ان يتم وقف هذا. انا اتصور انه في مأزق حقيقي، هو حاول دائما الهروب الى الامام، ينتقل من مشكله لمحاوله الكسب، زي انا بشبهه دايما بالمقامر اللي هو بيخسر فبيفضل قاعد يلعب، اما يعوض الخساره او يفضل يخسر على امل انه هو يعوض الخساره بمكسب ضخم، وده غالبا ما بيحصلش، وده غالبا اللي بيحصل، لانه عموما التطورات في السياسه الدوليه والاقليميه هي ليست تطورات امنيه، يعني نتائجها لا تظهر الان او بكره او بعد، هي بتاخذ شهور، واحنا شفنا كل حدث النهارده بيحصل ممكن تاثيره ايه. انا عايز انتقل معاك لخبر اخر من الجمهورية. وزير الدفاع خلال متابعة إجراءات القبول بالكليات العسكرية أوصيكم بالتمسك بالقيم الأصيلة للعسكرية المصرية والحفاظ على اللياقة البدنية العالية والانضباط في المظهر والجوهر من المبادئ المهمة، حريصون على تحقيق العدل والمساواة بين كافة المتقدمين، من جريدة الأهرام. هو أهم نقطة بصراحة، يعني هذا الكلام طبعا كلام محترم جدا، وفكرة تحقيق العدل بين المتقدمين دي أهم نقطة أعتقد إنه الناس لمستها السنوات الأخيرة. كان الرئيس ووزير الدفاع طبعا بيروحوا وبيتابعوا الكشوف وغيره. أهم حاجة في رأيي هي العدالة، في إنه أصبح النهارده كل فئات المجتمع بتدخل. لكن اللافت في الأمر والمثير إنه كليات العسكرية وكليات الشرطة أصبح عليها إقبال شديد جدا، برغم من انه ابنائنا شايفين انه الناس بتحارب الارهاب وفي سينا وفي اماكن مختلفه، وانه في اصبح فعلا خطر حقيقي. يعني ده شيء مبشر جدا انه هذا المجتمع وهذه الدوله مدركين تماما اهميه ان هو يروح وينخرط في الدفاع على امن بلده وقومه. ده في حد ذاته قيم مهمه. فكره انه القوات المسلحه مدرسه في العسكريه، يعني مدرسه في العمل وفي الامن القومي وفي القدرات وفي غيره، بالاضافه لذلك هي مدرسه في الوطنيه المصريه، لانه ولاء الجيش للشعب المصري ولاءه لهذه الدوله. فدي ده شيء مهم، واظن ان اللي قاله يعني وزير الدفاع ده كلام بيلخص فكره وطنيه الجيش المصري. وانا زي ما اشرت انه فكره انه يبقى في اقبال على هذه الكليات مع علم الناس والاهالي والشباب انه في حرب وفي ارهاب وفي خطر حقيقي، ده معناه ان الناس ما بتخافش، انه معناها انه هذه الدوله متماسكه مع الجيش مع الشعب ومع غيره. ونتمنى كمان انه في تطوير واضح في القوات المسلحه بشكل عام علميا وغيره، وباصبح النهارده في حتى واحنا بنتكلم على جامعات في تطوير للتعليم البحث العلمي تحركات مختلفه لسد فراغات كانت موجوده، ما كانش في اي جهه لا قطاع خاص ولا غيره بتدخل، بيحاول يعوض الحقيقه يعني تأخير كثير وبيرتق الكثير من الصحوب وبيسد الكثير من الثغرات عشان يقدر يعوض اللي بيحصل. بشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع.